السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد خاص بنزال الأسطورة المغربي بدر هاري. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في نزال النار والدمار وتصفية الحسابات السوداء بين الأسطورة المغربي بدر هاري والوحش الهولندي أليستير أوفريم، وكيف تمكن أوفريم من في نزال النار والدمار وتصفية الحسابات السوداء بين الأسطورة المغربي بدر هاري والوحش الهولندي أليستير أوفريم، وكيف تمكن منذ أن استطاع البطل المغربي الانتقام من أوفريم بأقصى طريقة ممكنة وطرده من حلبة الكيك بوكسينج إلى رياضة الفنون القتالية منذ أن استطاع البطل المغربي الانتقام من أوفريم بأقصى طريقة ممكنة وطرده من حلبة الكيك بوكسينج إلى رياضة الأخيرة بينهما، وأنه الفرصة الأخيرة لكل منهما ليثبت أنه المقاتل الأفضل والأعظم، فلا بديل عن الفوز أبدا. ناهيك عن أن بدر وأوفريم أخيرة بينهما، وأنه الفرصة الأخيرة لكل منهما ليثبت أنه المقاتل الأفضل والأعظم، فلا بديل عن الفوز أبدا. أوفريم على بدر بهجوم سريع، فرد عليه بدر بلكمة يمينية قوية أعلنت بداية الحرب، ولكن أوفريم لم يرتدع واستمر بالهجوم على بدر بطريقة قتالية غريب بداية الحرب، ولكن أوفريم لم يرتدع واستمر بالهجوم على بدر بطريقة قتالية غريب بداية الحرب، والذكاء نصل اللحظات المناسبة لتوجيه ضرباته لرأس أوفريم، مما أكسبه نقاط الجولة الأولى. Maybe a nice uppercut for Potter could be an option. Yeah, he tried it there. So I think one low kick so far. Will react to the first big body. Oh, big low kick. Good straight punches from Bader. Throw that MMA style in. Overeem just trying to muscle. وفي الجولة الثانية كان بدر هو السباق إلى الهجوم، ففاجأ أوفريم بمجموعة لكمات قوية فور بداية الجولة، وعاد بعدها للقتال بهدوء واحترافية قبل أن يصيبه أوفريم بركلة مزعجة إلى منطقته الحساسة أوقفت النزال لبعض الوقت. بعدها عاد بدر بقوة ليصيب أوفريم بركلة مؤلمة لجسده جعلته ينتعض من شدة الألم، واستمر المقاتلان بتبادل اللكمات حتى الثواني الأخيرة من الجولة، وعندها اشتبك أوفريم مع بدر ووجه له لكمة صاعدة مدمرة جعلته يفقد توازنه ويكاد يسقط أرضا، ولكن بدر تدارك نفسه وأكمل حتى انتهاء الجولة. But he knows he has the power if he can land that one big heavy punch. That uppercut sent Potter. وفي الجولة الأخيرة كان لابد لأوفريم من إسقاط بدر أرضا حتى يستطيع الفوز بالنزال، وذلك لأن جميع الحكام قد أعطوا نقاط أول جولتين للبطل المغربي، وبدأ البطل المغربي الجولة الأخيرة بمجموعة لكمات قوية وكأنه أراد أن يثبت أنه لا زال يحتفظ بقدرته على الهجوم ولم يتأثر بما تلقاه من أوفريم، ولكن وبشكل مفاجئ استطاع الوحش الهولندي قلب الطاولة على بدر فانقض عليه بلا خوف ووجه له مجموعة لكمات مؤثرة أجبرت بدر على التراجع والانسحاب قبل أن يفاجئه أوفريم بلكمة يسارية من الجحيم أسقطت بدر أرضا في مشهد مؤلم لجماهيره كلها. بعد ذلك استطاع بدر العودة للنزال بصعوبة، فعجله أوفريم بعدة ضربات قوية أسقطته أرضا مرة أخرى وجعلت اليأس يظهر بوضوح على وجهه، ولكن هذه المرة لم يقبل البطل المغربي أن يبقى جالسا على أرض الحلبة،
بل عاد للقتال مجددا بكل ما أوتي من قوة، ووجه لكمة قوية لوجه أوفريم أثرت به أيضا. ولكن للأسف فإن الوقت كان قد فات، ولم يبقى إلا ثوان قليلة على انتهاء النزال. It's legend, that right hand. Legend versus legend, and he's down again.